السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كريم. قبل ما ابدا الفيديو معاكم النهارده، عايزاكم اللي ما اشتركش في القناه يشترك ودوسوا لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات. النهارده هتكلم معاكم عن وصفه سحريه جدا 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 للصوابع والعقل الايدين والتبييض الايدين. وصفه تحفه بجد، يعني جميلة جدا جدا، واللي هيجربها مش هيندم. الوصفة دي هتبيض عقل الصوابع بتاعت الايدين، يعني عقل صوابعك هتبقى بيضة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. والاسمرار، الناس اللي بيبقى عندها اسمرار في المنطقة دي كده، وايدين الايدين اللي بتبقى سمرة وكده، كل ده خلاص نسيه بقى النهاردة مع الوصفة بتاعتنا دي. الوصفة بتاعتنا النهاردة قبل ما ابدأ معاكم هتكون عبارة، بصوا حبيبي النهاردة الوصفة بتاعتنا هتبقى رخيصة جدا، وبعشرين جنيه هتعملي الوصفة دي. كل اللي هتحتاجيه هو ده، حاجة من عند العطار اسمها زيت ليمون. زيت ليمون ريحته بتبقى زي كلها ليمون جدا 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 جدا، وطبعا يعني مش عايزة اقولك قد ايه بيدي ملمس حلو جدا. وهتحسي ان انت شفتوا الصابونه اللي هي بتاعت زمان بتاعت سان لايت اللي هي كانت بالليمون دي، ده ليمون بالظبط، كلها عباره عن ليمون، زيت ليمون. وهنحتاج جليسرين خام، جليسرين من الصيدليه او من عند اي عطار هتلاقي الجليسرين موجود. طبعا دي ب10 جنيه ودي برضو ب10 جنيه او ب8 جنيه حاجه زي كده. المهم الوصفه كلها مش هتكمل 20 جنيه معاكي، وهتعملي احلى سكراب لايديكي، وهتعملي احلى وصفه تفتح عقل ايديكي وصوابع ايديكي. كل اللي هتعمليه زي ما قلت لكم، هنجيب ازازه الجليسرين دي وهنفضي نص ازازه الجليسرين على نص ازازه الليمون دي، زيت الليمون ماشي. وعايزه اقول لكم زيت الليمون بيفتح الاكواع والركب واي منطقه غامقه في جسمك، بس يفضل ان بلاش نستخدمه على الاماكن الحساسه، ولكن يفضل للعقل الصوابع للاكواع للركب، السمار اللي بيبقى في الركبه حلو جدا جدا جدا. هنحط نص الازازه دي بتاعت زيت الليمون على نص ازازه الجليسرين. طبعا انا كنت عاملاهم قبل كده وبستخدمها اهي، كنت دمجاهم في حاجه عندي قبل كده. ده الشكل بتاعهم، ده القوام بتاعها بيبقى عامل كده بالشكل ده. طبعا انا كنت ملياها وبستخدمها، حلوه جدا جدا بالذات في الشتاء. في الشتاء حاجه معتبره قوي، هتريحك من التشققات ومن خشونه الايد ومن حاجات كتير يعني. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين اهي، زي ما انتوا شايفين اهو انا حطيت ماشي. وبتجيبي على عقل صوابعك من هنا وبتدهني كده كويس، وعلى العقل دي من هنا بتدهني كويس، وعلى العقل دي من هنا وبتدهني كويس. تاخدي العقل كلها وفي النهاية ايدك كده، تعملي ايدك بقى كلها كده. عايزة اقولك الملمس بتاعه جميل جدا 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 جدا، برضو على العقل دلكي كده كويس في عقل الصوابع بالطريقة دي بالشكل ده. لو هتستخدمي للعقل بعد كده بتدلكي ايديكي كلها ببعضها كويس جدا جدا. عايزه اقول لكم طبعا كلنا عارفين فوائد الليمون للايد وللبشره وكل حاجه، يعني بصوا شوفوا حلوه جدا. طبعا بصوا بصوا يا حبايبي، بصوا شايفين شايفين انا شايفين بجد يعني الفرق، شايفين صوابع ايديا بصوا. انا بعد فترات بلاقي طبعا الصوابع والايدين مع الارهاق وكده وتغيير الجو البشره بتتاثر طبعا. بصوا عايزه اقول لكم الملمس تحفه جدا 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 يعني. بصوا وعايزه اقول لكم يعني يكفي النعومه، النعومه بجد حاجه تحفه، حاجه جميله جدا بصراحه يعني. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وريفيو جديد ووصفة جديدة على قناتي، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.